وياتي تخصيص جلاله ملك البلاد المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحه ايده الله يوما وطنيا للشهيد ليصادف السابع عشر من ديسمبر من كل عام احتفاء بما بذلوه الشهداء الابرار من تضحيات في سبيل حفظ امن واستقرار الوطن. تخليدا لشهداء الواجب واعتزازا بما قاموا به من بطولات تسطر من ذهب جاء الامر الملكي من جلاله ملك البلاد المعظم بتخصيص السابع عشر من ديسمبر من كل عام يوما للشهيد ويصادف اختيار جلاله الملك المعظم لهذا اليوم ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم اذ يعكس حجم التضحيه التي قام بها رجالات الوطن ليكون يوم الشهيد يوم الاحتفاء والوفاء للشهداء الابرار لتظل ذكراهم عطره يذكرها الاباء والابناء لما قدموه لوطنهم وامتهم من تضحيه وفداء هؤلاء الابطال الذين سطروا بدمائهم اروع الامثله جدير بنا جميعا الاحتفاء بذكراهم كل عام وان نقدم لذويهم واسرهم واطفالهم كل عون ومساعده سواء على المستويات الرسميه او الشعبيه ويدل اختيار السابع عشر من ديسمبر يوما للشهيد على المكانة العالية التي يحتلها الشهداء في ضمير ووجدان القيادة والشعب، لما قدمه هؤلاء الأبرار من تضحيات تجاه وطنهم وأشقائهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حفاظا على استقرارهم وأمن دولهم. هذا اليوم المجيد في تاريخ الوطن هو مناسبه للاعتزاز والفخر لتظل بطولات الشهداء في صفحات التاريخ محفوره